بداية طبعا برحب بيك على شاشة النادي الأهلي وبشكرك على مشاركتك معنا، أهلا وسهلا بيك. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente أشكركم yo كثيرا les على agradezco هذه porque es la الاستضافة primera vez que voy a وهذه tener هي المرة contacto con الأولى los medios بالنسبة لي sociales التي con la أتواصل radio فيها مع أي social وسيلة إعلامية y مصرية، estoy Wilton, لهذا me toca أنا el hecho de أشكركم que كثيرا me على hayan elegido para poder استضافتي واختياري compartir لكي algunos أكون معكم. momentos ده en شيء الكوبا يسعدنا ليبرتادورس. ويشرفنا. خليني بداية أسألك على نهائي الكوبا ليبرتادورس، إزاي شفت المباراة؟ إزاي شفت مواجهة بوكا جونيورز وفلومينينزي البرازيلي؟ وهل تعتقد من وجهة نظرك إنه الفوز اللي حققه النادي البرازيلي كان فوز مستحق؟ Déjà un partido donde hay لقد Brasil-Argentina, كانت مباراة donde hay قوية، una القصة pasión, una المستمرة efervescencia, بين الأرجنتين una والبرازيل، dinámica que a veces uno no lo الكثير puede من الأجواء racionalizar الحياوية tanto والجنون ese había المعروف 100.000 عن هذه argentinos que الأجواء. pudieron قد كان هناك en Río de الآلاف من Janeiro, en الأرجنتين Copacabana, en La في Plata, que no ريو tenían دي entrada, جانيرو وكوبا algo كابانا، así como fuera وأجواء de lo جنونية، normal lo أمر hacen. خارج عن Y el الطبيعي. espectáculo a veces es mucho más الأجواء أقولها iluminado en دائما أن exterior. الأجواء أكثر منها في المدرجات، أكثر منها في الملعب، لأن مثل هذه المباريات تكون هناك احتكاكات كثيرة بين اللاعبين، القوة البدنية بين اللاعبين. أعتقد أن الأجواء كانت رائعة في المدرجات والجماهير البرازيلية والجماهير الأرجنتينية، وأعتقد في النهاية كان يجب أن يكون هناك فائز، والفائز كان فلومينينسي، أمر منطقي بالنسبة لي. هل بتشوف انه غياب الانديه الارجنتينيه عن التتويج، يعني الاهلي هو البطل الدائم في القاره الافريقيه، ويمكن سبق لينا وشاركنا في اخر تقريبا 3 نسخ من بطوله كاس العالم، كان دايما في مواجهه بتجمع بين الاهلي وبين نادي برازيلي، مرتين بالميراس مره فلامينجو، في غياب تام للانديه الارجنتينيه عن التتويج في الفتره الاخيره، ايه تفسيرك لده؟ Y porque lamentablemente también la industria del fútbol صناعة tiene كرة una القدم relación muy الأمر estrecha con la يتعلق economía هناك علاقة y وثيقة desde بين hace un صناعة كرة tiempo القدم la وبين gran mayoría de los الأجواء clubes في brasileños الأرجنتين. son muy الأندية في competentes, mucho البرازيل más أكثر قوة على consumo desde el المستوى punto de vista الاقتصادي، financiero, lo que تصرف hace que الكثير hay من الأموال una أكثر من posibilidad de captar الأندية في siempre los mejores jugadores الأرجنتين، para ويستطيع llegar a وهناك pagar jugadores que إمكانية أن vienen de muchísimo buen يستقطبوا sostén o que van a jugar a Brasil. اللاعبين، Lo أفضل contrario اللاعبين، وهناك لاعبين prácticamente no كبار من existe. الأرجنتين La يلعبون في Argentina podría, البرازيل. siguen saliendo ما زال jugadores, الأمر pero في la mayoría الأرجنتين، son vendidos a Europa نبحث عن muy اللاعبين، rápidamente. ولكن Entonces el اللاعبون nivel de los الأرجنتينيون equipos يركزون argentinos a أكثر على veces الخروج أكثر no لأوروبا، es el adecuado ولهذا أعتقد inclusive Brasil, أن Argentina son dos القوة potencias على importantes مستوى con الأندية contendientes ليست en Brasil. متساوية. في أمريكا الجنوبية السيطرة للبرازيل.